مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل الانطلاقات والتحديات على ارضيه هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا التاسع عشر المخصص لفئه الابكار. الحقائق المسافه هي ايضا 3 كيلومترات. شوطنا التاسع عشر الذي يحمل منافسات هذه الاسماء الكبيره والشعارات المتميزه مباشره معك يا ابو حمد. من يتقدم على المركز الأول؟ من قدم السبع ومطراشة يأتي مع انطلاقة صروح القادمة على المركز الأول. حميد بن حمد بن علي بن خميس العمري من يتقدم على المركز الأول، أيضا من يتقدم واحد ممثلين ميدان بدية هناك بالسلطنة يأتي بهذا اليوم ليبحث عن السوبر هاتريك لهذا الشعار الكبير المتميز الغدير. من يأتي على المركز الأول؟ المركز الثاني هناك ثروة حمد بن رايد بن سيف بشاوي لغفلي قادما على المركز الثاني ليقدم لنا شعاره الكبير. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل ايضا لمحه راشد بن محمد بن دحروي العامري يتقدم مع انطلاقه لمحه الواصله بهذه اللحظات، وايضا الوصول والقدوم من قبل الاسم القادم وايضا الشعار الكبير مزعجه محمد بن سالم بالضبيعه يقدم لنا انطلاقه مزعجه الواصله، وايضا القدوم والوصول من الاسماء الكبيره ومن الشعارات المتميزه ايضا المملكه معدي بن مسعود بن معدي الهاجري يتقدم بهذه اللحظات، ايضا الوصول والقدوم من قبل الاسم القادم ايضا الشعار الكبير والشعار المتميز ايضا كفايه محمد بن حمد بن ضبيب الشامسي يتقدم، وايضا الوصول والقدوم من قبل ايضا شومه علي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي يتقدم بهذه اللحظات. وصلت الاسماء الكبيره. المركز الثامن واصله وقاتمه هي ايضا العزوم حمد بن رايد بن عبيد الكتبي يتقدم بهذه اللحظات، وايضا الوصول والقدوم من قبل شعارك يا بن ضاعن يتقدم مع الشعار الكبير منذره علي بن عبيد بن ضاعن الكتبي قادم. والمركز العاشر ايضا اختم النداء مع الاسماء الكبيره ايضا مع فال حمدون بن علي العويسي، هذه الاسماء المتميزه وهذه الشعارات الكبيره التي تتنافس من اجل الفوز والانتصار، التي تتنافس من اجل الناموس. الله يا هذه المنافسه الكبيره، الله يا المنافسه الشيء التي تأتي مع الأسماء الكبيرة ومع الشعارات المميزة. ولكن البداية مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى بالانطلاق الأول انطلقت هي المملكة. المملكة يا العمري ركز بالمسار المميز يا مبارك يا بن خميس يا العمري. من يرافق المملكة؟ واحد أبطال المملكة معدي بن مسعود بن معدي الهاجري يتقدم إلى المركز الأول، وهالي ميدان جوب بني هاجر مع المسار المميز والانطلاق المتميز راح بالفوز والانتصار، راح بأيضا ناموس هذا الشوط مع المملكة. مع المملكة من هنا من ميدان الهباب من إمارة دبي إلى أيضا إلى أبناء المملكة وإلى ميدان جو بني هاجر مع الفوز والانتصار. سلام سلام يا الهاجري، سلام معدي بن مسعود بن معدي الهاجري مع المركز الأول، غادر مع الصدارة وانطلق مع المركز الأول بلا أي أوامر ولا تعليمات. المملكة إلى المملكة السلام، إلى المملكة السلام. مع المملكة تمتلك هذا الشوط ويمتلك معدي بن مسعود بن معدي الهاجري هذه النوعية. مشكور مبارك بن خميس العمري من رافق هذا الاسم الكبير بلا أي أوامر ولا تعليمات ولا شبه أوامر تنتزع الفوز والانتصار. وسلام يا جو بني هاجر، سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني بالرقم ايضا 23 هي ايضا حدث راشد بن علي بن سليم العويس. المركز الثالث 10 اللي هي ذهيبه محمد بن سيف بن عتيج بن سيف بن حاضر. المركز الرابع ايضا بشعار بن حزيم صالح بن محمد بن حزيم. التوقيت الزمني 4 دقائق و36 ثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.